وملء ما شئت من شيء بعد. صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك من أرسلته رحمة للعالمين. وبعد، ليلة مباركة من الليالي والأيام التي يتجلى الله تعالى فيها على عباده المؤمنين. قال الله تعالى: حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم رحمة من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه الليلة المباركة ليلة القدر هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، هي الليلة التي أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الآيات من سورة الدخان في مطلع السورة، فنزل القرآن العظيم جملة واحدة من فوق السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان هذا في ليلة القدر. وفي هذه الليلة المباركة نزل القرآن، وكذا قدرت الأشياء وجدد تقديرها بإذن السميع العليم. من يقول إن فلانا سيتوفى، أو كما يقول العامة سقطت ورقته، يعني قدر عليه أجله، ويزعمون وينسبون ذلك إلى ليلة النصف من شعبان، فالجواب لا، هو في هذه الليلة المباركة. من قال؟ الله تعالى قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. وارجع إلى الآية التي قبلها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن، إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة المباركة. فهذه الليلة التي يقدر فيها آجال العباد، فاللهم ارحمنا أحياء وأمواتا. لماذا إذن ما دامت هذه الليلة المباركة ونحن لا نجزم جزما قاطعا بأنها ليلة 27، نظهر مزيدا من العبادة والقربات في هذه الليلة؟ سيأتي معنا إشارة لذلك. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا استفهام تحريضي، كأن الله تعالى يقول: أتدري أيها المؤمن، أتدري أيها العاقل ما فضل هذه الليلة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، بلغنا يا مولانا عنها. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. روى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن مجاهد رحمه الله، وهو من فضلاء علماء التابعين، قال: أري رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا حمل السلاح في سبيل الله أكثر من 80 سنة مجاهدا في سبيل الله، فقال: أي ربي، إن أمتي لا تعيش كذلك. هذا فقط حمل السلاح، فكم كان عمره قبلها وكم عاش بعدها؟ فقال: إن أمتي ما تعيش كذلك. فأنزل الله تعالى عليه: ليلة القدر خير من ألف شهر. لو عرف الإنسان قدرها وأدرك فضلها وتقرب إلى الله فيها، نال من الأجر والمثوبة أكثر مما ناله الإنسان عبودية في 1000 شهر، أي أكثر من 83 سنة. سبحان الله. قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما يجري فيها يا ربنا؟ قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الآية أيضا إشارة إلى الآية التي سبقت، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهنا تنزل الملائكة والروح، هو سيدنا جبريل رئيس الملائكة، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن هنا بمعنى بي،
أحرف الجر عند العرب كما يقول النحاة تتعاور أي تتبادل. بإذن ربهم بماذا ينزلون؟ قال من كل أمر، أي بكل أمر سيقدره الله على عباده في هذه السنة تنزل الملائكة فتقدر على الناس بإذن الله ما سيجري عليهم من مصاب، من بلاء، من رخاء، من رزق، من حياة، من موت، من ولادة، من صحة وما إلى ذلك. بإذن ربهم من كل أمر. فإذا عرفت فضلها فتقرب إلى الله تعالى فيها فإنه هو السلام ومنه السلام، ويعود على عباده بتجلي الرحمة والسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. خير وبركة ورحمة وتوفيق ورزق وإكرام ومغفرة في هذه الليلة إلى أن يطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. لماذا نعود لسؤالنا؟ نخصص هذه الليلة، أعني 27 من رمضان، بمزيد القربات والدعوات والاستغفارات والابتهالات، لأنه ورد إشارات في السنة النبوية إلى أن هذه الليلة من أرجى ليالي العمر كلها وأرجى ليالي رمضان أن تكون ليلة القدر أو أن تكون ليلة القدر. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل حافظ القرآن، قال جيء إليه فقيل له إن أخاك عبد الله بن مسعود، يعني أخاك في الإسلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، سئل عن ليلة القدر فقال من يقوم الحول يصب ليلة القدر. من يقوم في الليل على مدار السنة لا بد أن ينال ليلة القدر، بمعنى سواء شعر بشيء أو لم يشعر بشيء، سواء خشع أو لم يخشع، لكنه تعبد على مدار الحول سينال فضل ليلة القدر. فقال رحمه الله أما إنه ليعلم أي ليلة هي. فقيل له أي ليلة هي؟ يقول عن عبد الله مسعود ألا إنه ليعلم أي ليلة هي. قيل فأي ليلة هي؟ قال هي الليلة التي أخبرنا عنها رسول الله أنها تصبح لا شعاع للشمس فيها، ليلة 27 من رمضان. وأخرج الإمام أحمد وغيره أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليم، أنا مرضى، فمرني بليلة أتقرب إلى الله فيها. فقال عليك بالسابعة والعشرين، عليك بالسابعة والعشرين. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفضلها واحتسابا أي طلبا لثوابها من ربها سبحانه وتعالى. قال التمسوها في العشر الأواخر، وفي لفظ في الصحيح أيضا التمسوها في السبع الأواخر. نقل الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف فائدة جميلة، قال قال بعض أهل العلم إن الله تعالى ذكر في سورة القدر كلمتي ليلة القدر ثلاث مرات، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه المرة الأولى، وما أدراك ما ليلة القدر هذه المرة الثانية، ليلة القدر خير من ألف شهر هذه المرة الثالثة. ذكر كلمتي ليلة القدر ثلاث مرات في هذه السورة. قال وأحرف كلمتي ليلة القدر التسع، لام يا لام تاء، ألف لام قاف دال راء، تسعة أحرف ليلة القدر. قال فإذا ضربنا ثلاثا
بتسع نتج معنا 27. قال وقال أيضا حافظ ابن رجب نقلا عن بعض أهل العلم قال وقد قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. قال كلمات سورة القدر 30 كلمة. كلمة هي الكلمة 27 من هذه السورة. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله، هذه إشارات عند أهل الإشارات، ولطائف عند أهل اللطائف، ومعاني رقيقة عند من يرقق قلبه لمحبة الله عز وجل. لذلك يا أيها الأحبة، فلا ندعن خيرا نستطيعه في هذه الليلة وما بقي من رمضان إلا والمبادر إليه، إلا والمبادر إليه. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما أخرج أبو داود والترمذي وأحمد، قالت يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ يعني علمني شيئا مما علمك الله أدعو به أو أستغفر به أو كذا. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو تحب العفو فاعف عني. بعض الأحبة يزيد كريم، عفو كريم، رواية الحديث عفو، إن زدت عليها وأنت لا تريد يعني مخالفة الحديث لا حرج عليك، لكن أبين نص الحديث حتى يعرف ويحفظ. عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء من أرجى الأدعية في هذه الليلة. كذلك الاستغفار، قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك سلامة الصدر من حقد وحسد وبغضاء وكراهية. بالله عليك أي أخي أنت هنا الآن، قل اللهم إني سامحت من أساء إلي لا من أجلهم بل من أجلك، لا من أجلهم بل من أجلك. أنت تريد ثوابه وفضله في هذه الليلة، فسامح من أساء إليك من أجله هو. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم هذا القلب من الحقد والبغضاء والحسد والكراهية. أخوك، جارك، صديقك، أذاك، أخطأ معك، رفع صوته عليك، أذاك في مالك، دعه لله وسلم أمره لله وقل ربي إني عفوت عنه وإنك عفو تحب العفو فاعف عني. قل له من قلب منكسر، قل له من قلب منكسر، وهو أهل لأن يتفضل عليك، وأهل لأن يرحمك، وأهل لأن يعفو عنك سبحانه وتعالى. لذلك أظهر له قلبا طاهرا سليما ليظهر فضله عليك سبحانه وتعالى. إن أعاننا الله تعالى وأبقانا نكمل صلاة التراويح، ثم نصلي صلاة التسبيح، ثم نصلي صلاة الوتر، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ندعو بما تيسر ونذكر الله بما تيسر، ثم من أراد الانصراف فلينصرف ليعود جزما لصلاة الفجر، ليعود جزما لصلاة الفجر في المسجد في الجماعة. أخرج الإمام مسلم رحمه الله أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة
فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فاحضروا جميعا أحبتي، فاحضروا جميعا لصلاة الفجر ها هنا أو في أي مسجد كان، لا تتركوا الجماعة في المسجد في صلاة الفجر، واجعلوها من هذا اليوم إلى آخر رمضان، لا تدعوها، لعل الله تعالى يرى منا إقبالا فيقبل بوجهه علينا فيرحمنا رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. قوموا إلى صلاة.